هاني شاكر طلع بيان بيقول ان هو بيحب ويجز، وولاده كمان بيحب ويجز، وحضروا له حفله. ومن كتر حب هاني شاكر فيه غنى له اغنيه كيفي كده. باجي وفي ايدي الرضا عشان اغدي النون، في الحرب ده انا على وضعي ما جيتش راجي في هدن، بتهلفط وبتقولوا ايه يعني، يا ريتها جابت جمله مفيده، بتلك اكنك معفي اكن الضربه بتاعتي بعيده، هعمل ايه فازلوكه من بالرب فلوس شكشوكه، هجيبه تجن واسيب سكسوكه، واعمل الدنيا كما تكون سوكه سوكه يا سوكه. بشكركم، بشكر كل بفتنا.